مايلي سايروس، وقصة صدمة التحول من نجمة المراهقات والمثل الأعلى لرمز الإباحية والإغراء. مايلي سايروس هي ممثلة ومغنية وكاتبة أغاني أمريكية، مولودة بمدينة فرانكلين ب 23 نوفمبر عام 1992، وهي بنت الممثل بيلي راي سايروس والممثلة تيش سايروس. الاسم الحقيقي ديستني هوب سايروس، يلي قام الأبوين بتغييره لمايلي، الاسم المقتبس من كلمة سمايلي نسبة لابتسامته المميزة. أول خطوة لمايلي بعالم التمثيل كانت بعمر 8 سنين بعد ما انتقلت مع عائلتها لتورنتو أونتاريو كندا أثناء تصوير الأب لحلقات مسلسل دوك. والد مايلي كان له الفضل الأكبر ببداية صعود مايلي عالم الفن بعد ما لاحظ شغف وحب مايلي للتمثيل، واهتم بأصغر تفاصيل نجاح مايلي وأمن لصغيرته كل مستلزمات النجاح من خلال تسجيله بأرمسترونغ أكتينج ستوديو لتتعلم التمثيل. بال2004 تفوقت سايروس على 1000 متقدم لتجارب أداء شخصية البطولة بمسلسل ديزني هانا مونتانا، يلي بيحكي عن مغنية البوب المراهقة مايلي ستيوارت. وبعد النجاح الساحق للسلسلة وحصوله على تقييمات عالية، تحولت مايلي لقدوة المراهقات ورمز الجمال والنجاح. انتقلت عائلة سايروس للوس أنجلوس كاليفورنيا لمتابعة أعمال التصوير، الوقت اللي قامت فيه مايلي بإصدار أول ألبوم لشخصية هانا. حقق الألبوم نجاح واسع ومهد الطريق لألبوم المزدوج هانا مونتانا 2 ميت مايلي سايروس، ليحصد نجاح مبهر خلال جولة على المسارح العالمية. غنت من خلاله ب 14 مناسبة وبعدة بلدان بناء على تزايد طلب الجماهير، لتحصد من خلاله 31 مليون دولار أرباح. أما بعام 2008 تلقى المراهقين أول صدمة بعد ما قامت مايلي بجلسة تصوير لمجلة Vanity Fair Magazine. الصورة خلقت جدل واسع وشكلت أول صفعة لمسيرة مايلي الفنية، ولكن على الرغم من ذلك ألبوم الثاني Breakout وصل لرقم واحد على قائمة بيلبورد لأفضل 200 ألبوم. ببداية 2009 حاولت مايلي تخفيف حدة التوتر مع المعجبين وقامت بإنتاج فيلم وثائقي عن حياتها الشخصية، وشاركت من خلاله صور وذكريات من طفولة مايلي والأشخاص المميزين بحياتها، لتنهي عام 2009 بإطلاق أغنية The Time of Our Lives يلي ظلت أنجح أغنية قامت بإصدارها لحد اللحظة، وباعت 5.38 مليون نسخة لتصير واحدة من أكثر الأغاني الفردية مبيعا بالتاريخ. تابعت مايلي النجاح الغنائي بألبوم جديد بال2010 بعنوان Can't Be Tamed، وعلى صعيد السينما مثلت بطولة فيلم The Last Song. ولسبب مجهول حاولت مايلي بالسنوات اللي بعدها محي وتشويه صورة هانا مونتانا يلي ارتبط اسمها باسم مايلي، والنتيجة كانت شعر قصير، ملابس وازياء فاضحة مثيرة، وإدمان على المخدرات. ولكن ما كان حدا من المتابعين متخيل أو متوقع درجة التغير اللي عم يحصل، وانصدم عشاقها بال2013 بشكل أقوى هالمرة بعد أداء لأغنية We Can't Stop على المسرح بحفل توزيع جوائز MTV VMAs. الصدمة كانت بسبب رقصة تويرك الخليعة اللي قامت بتأديتها على المسرح، واستمرت بالسنوات اللي بعدها بنهج التغير للأسوأ والأوقح بعد ظهور مايلي الشبه عاري بالفيديو كليب Wrecking Ball يلي أيضا احتل بعد فترة قصيرة المرتبة الأولى بقائمة بيلبوردز. أما بال2015 تابعت الظهور على شاشة السينما بفيلم The Night Before، بالإضافة أنه تمت دعوتها للمشاركة ببرنامج The Voice بالنسخة رقم 11 لتكون حكم مساعد بجانب آدم ليفاين وبلاك شيلتون. واجهت مايلي مشاكل قضائية بعد توجيه تهمة السرقة لحقوق أغنية مشابهة لأغنيتها Wrecking Ball صدرت بال1988 بعنوان We Run Things، ولكن نجت منها بأعجوبة بعد ما أثبتت اختلاف بعض الكلمات بالإضافة للتعديل على اللحن والإيقاع. أما على صعيد حياة مايلي العاطفية، شكلت قصص ارتباطة وانفصال عن الفنانين والممثلين عناوين الأخبار بين كل فترة وفترة، فارتبط اسمها بنيك جوناس اللي وعدته لفترة قصيرة بال2007، بالإضافة لحبيبة عارض الأزياء جاستن غاستون والممثل كارتن جينكنز والقائمة تطول. بالتأكيد خلال 8 سنين
قدرت مايلي من خلال العروض والكليبات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي انه تمحي صورة هانا مونتانا من عقولنا وذاكرتنا، ولكن للأسف الصورة أسوأ وأبشع. أصدقائي شكرا على حسن المتابعة، كنا مع قصة حياة مايلي سايرس. اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.